مباشرة ننتقل إلى مراسل الإخبارية السورية وليد هناي في حلب ومن ضاحية الأسد تحديدا ليطلعنا على آخر التطورات الميدانية هناك. إليك وليد. تفضل وليد. نعم، حياكم الله زملائي في استوديوهات الإخبارية السورية من مشارف المطلة مباشرة إلى نقاط العدو هنا في ضاحية الأسد والنقاط التي استعادتها وحدات الجيش العربي السوري. العمليات المباغتة والمتسارعة أتت بكل قوة من قبل هؤلاء الأبطال والأشاوس عبر تكبيد الإرهابيين أعداد كبيرة من القتلى وجرحى عناصر تابعة لجيش الفتح وغيرها من الفصائل المنضوية تحت رايتها. هنالك أكثر من 20 فصيلة منضوية تحت راية جيش الفتح، ولكن هنا نتحدث عن صمود وتصدي اسطوري وبطولي ياتي من قبل ابطال الجيش العربي السوري باستهداف معاقل الارهابيين واسترداد هذه النقاط المتواجدين نحن عليها الان في ضاحيه الاسد غربي مدينه حلب. المجموعات الارهابيه المسلحه استماتت عبر كثافه من الصواريخ وغيرها من صواريخ جراد وايضا من الصواريخ التي تحتوي غازات سامه باستهداف هذه المناطق والمناطق الخلفيه من مدينه حلب اي باتجاه منطقه الحمدانيه، ولكن هذا الهجوم وهذا التصعيد الارهابي لن يثني من عزيمه ابطال الجيش العربي السوري الذين هم تواجدوا على طول هذا المحور وكبدوا الارهابيين اعداد كبيره من القتلى وجرحى. هنا العمليات مستمره لاستكمال باقي السيطره على ضاحيه الاسد واعاده تامين المناطق التي هي امنت بالفعل بعد يعني التقدم والسيطره على هذه الكتل. بالتزامن مع هذه المنطقه ايضا مشاهدي الاخباريه السوريه، سيطر الجيش العربي السوري على بلده منيان بالجهه الثانيه، وهنا نتحدث عن منطقه تقال لها سوق الجبس وراشدين الرابعة وراشدين الخامسة والكثافة النارية التي أتت من قبل سلاح الجو باستهداف معاقل الإرهابيين. وأيضا نتحدث مشاهدي الإخبارية السورية بأن الغارات هي أتت مركزة باستهداف تعزيزات واستخدام تعزيزات الإرهابيين التي أتت من ريف إدلب الشمالي باتجاه الجهة الغربية التي متواجدين نحن عليها الآن. إذن العمليات مستمرة، نستمع على أصوات النيران هنا عند هذه الجبهات التي من خلالها تسعى وحدات الجيش العربي السوري لاستكمال كافة السيطرة على ضاحية الأسد. ونتحدث أيضا زملائي عن العمليات المباغتة والضربات الموجعة التي تكبدت من خلال الإرهابيين عدد من قتلاهم وجرحاهم. هنالك أكثر من 1000 قتيلا ونحو 1200 جريحا. هذا الرقم هو يتحدث عن هجوم كبير وانتحاري وانغماسيين أتى من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة التي اتخذت العربات المفخخة كخط أو كمحور لهجوم لهم، ولكن أيضا صمود وبواسل الجيش العربي السوري الذين هم كالحديد تواجدوا وتصدوا لتلك العربات وفجروها قبل وصولها إلى مبتغاها. نحن تواجدنا هنا لننفي كل ما تبثه قنوات سرك الدم السوري حول تقدمهم وصولا إلى منطقة الحمدانية وغيرها من المناطق ومنطقة حلب الجديدة سواء كان على صعيد بلدة منيان. إذن كل ما يشاع عار عن الصحة. الآن نحن تواجدنا عند هذه النقطة وسنوافيكم بتقرير مفصل عبر رئيسية الإخبارية تتحدث عن واقع العمليات التي كبدتها من خلال وحدات الجيش العربي السوري خسائر للإرهابيين، وتتحدث أيضا عن هي تأتي بالدرجة الأولى تكبيدهم خسائر في العتاد والأرواح وتفجير عربتهم. نلاحظ واقع الاشتباكات هنا، التعامل مع سلاح القناصة لمواجهة مع الإرهابيين، ونتحدث بأن هذه العمليات تأتي بالدرجة الأولى في عملية تمشيط للكتل لتتقدم قوات النخبة والمشاة خلال أيام ماضية. إذن العمليات مستمرة، ونلاحظ بأن واقع العمليات والنقاط العدو التي تأتي عند هذا المحور بكل دقة تأتي يعني عمليات تتطلب الحكمة كون نشهد حرب الأبنية. هذه الأبنية هي مواجهة مع العدو، ونتحدث بأن أبطال الجيش العربي السوري سيكبدون الإرهابيين أعداد كبيرة ومستمرون في التقدم، ونفي كل ما تتحدث به قنوات سفك الدم السوري. العودة إليكم زملائي في استوديوهات الإخبارية السورية. نعم، مراسل الإخبارية السورية وليد هناي، شكرا لك على كل هذه المعلومات. إذن مشاهدينا كما تابعنا في رسالة مراسل الإخبارية السورية مباشرة من ضاحية الأسد، الاشتباكات ما زالت تدور مع التنظيمات الإرهابية في تلك المنطقة، ولا صحة لأي معلومات تفيد عن أي خرق في تلك المنطقة أو أي تقدم للتنظيمات الإرهابية. أعود إليك